الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة، حلقة منفردة، حلقة تمتلئ بالجوائز والمسابقات، سؤال وجواب، هدايا وجوائز مع علي ووليد. أنا ما بطوش عليكم، نترك لكم الميدان. طيب يا شباب، عندنا سؤال وعليه جائزة وإن شاء الله تكون من نصيب الأخ هذا. السؤال يقول: من هو الذي قتل أبو جهل من الصحابة؟ سؤال عليه جائزة، انتبه، عينك على الكاميرا. ايش سؤال الملعب؟ ما السؤال؟ من هو الصحابي الذي قتل أبو جهل؟ عندك إجابة؟ إذا نشوف متسابق آخر. لازلنا مستمرين معكم أحبتي في سؤال مع الجماهير. طبعا الجائزة مبلغ مالي محطوط في ظرف وهي جائزة متواضعة، لكن أهم شيء نشوف ثقافة الناس والجمهور والشارع الكريم. السؤال عندك يا أستاذ الكريم، إيش اسمك وجهي؟ حياك الله بيك. السؤال يقول: كم عدد آيات القرآن الكريم؟ آيات القرآن الكريم 6236. كم؟ 6236 آية. قربت لكن الإجابة غير صحيح. تأكد. 6236. 6200 وكم؟ 36. عندك حرفين احذفهم علشان تاخذ الجائزة. حرفين 6230. إجابة خاطئة ومحاولة أخيرة. كم؟ 6200 وإجابة صحيحة. صفقة يا شباب، صفقة. تفضل يا حبيبي، أي خدمة لك. فرصة سعيدة. لازلنا مستمرين معكم أحبتي في سؤال الجماهير. طبعا اليوم نلتقي بالشباب في عدن، وشباب حلوين وطيبين، الله يسعدهم، والله استمتعنا معهم كثير. لكن الأهم هو الإجابة، علشان يحصل واحد على إيش؟ على إيش؟ على الجائزة. وعندنا أسئلة ثقافية إسلامية ورائعة. السؤال يقول، ولكن قبل السؤال نتعرف عليك. عبد الرحيم الرفيق. حياك الله يا عبد الرحيم، من عدن صح؟ أكيد. ونعم الله. مغترب ولا؟ في الفريق أساسي. يا الله حياك الله. إن شاء الله أكون مغترب. الله يحييك. طيب السؤال يا عبد الرحيم، ركز معي علشان تأخذ الجائزة. إن شاء الله. من هو آخر الصحابة موتا وقد مات في البصرة؟ الصحابة ولا الخلفاء؟ لا الصحابة. من هو آخر الصحابة وكان هذا الصحابي مشهور جدا ويعرفه الجميع، يعني صيته واشتهر؟ للأسف والله، لأن فيها جائزة وفيها فلوس. صحابي جليل مات آخر الصحابة في البصرة. آخر الصحابة في غزوة، يعني تخيل صحابة الرسول 114,000، هذا آخر واحد مات. فإيش رأيك الجواب؟ يمكن الجواب؟ للأسف والله ما أعرف. إذن خيرها بغيرها، وإلى متسابق آخر. حياكم الله يا شباب، وإلى متسابق جديد وسؤال جديد، سؤال وعليه جائزة. واليوم في ضيافتنا هذا الأخ، شو اسمك الكريم؟ حياك الله يا معاذ. السؤال سهل إن شاء الله، والجائزة مالية، وإن شاء الله أنها من نصيبك. السؤال يقول: كم سنة استغرق نزول القرآن الكريم؟ القرآن نزل من السماء، كم جلس سنين لا ما نزل، لأنه ينزل على الأحداث التي تحصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كم سنة جلس وينزل القرآن الكريم؟ طيب أنا بعطيك خيارات، تمام؟ مش خيارات، بقرب لك الإجابة. أكثر من 20 وأقل من 30. أكثر من 20 وأقل من 30 سنة، وأنت عندك إجابة واحدة. الجائزة لا تفوتك، انتبه. الجائزة ممكن تكون بالريال السعودي. شوف، أكثر من 20 وأقل من 30، يعني بين 20 و30. اختار رقم، لو جاوبت
خذ الجائزة وبالعافية. كم 20 سنة؟ كم؟ أعطيني رقم. يعني من إيش نزل؟ بين 20 و30، اختار رقم. يعني مثلا 25، 29، 21، اختار لك إجابة. 30. آخر إجابة؟ 30. إجابة خاطئة وحظا أوفر يا أستاذ معاذ. مشاهدينا الأكارم الطيبين، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. طبعا استمتعنا معكم كثيرا، وأتمنى كذلك أنكم أنتم قد كنتم استمتعتم معنا متلخبط بالكلام من شدة الفرح ومن شدة الاستمتاع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة بجوائز أعلى وجوائز يعني أقلى. مني لكم ألف تحية، ولا تنسوا المتابعة والاشتراك بالقناة، قناة علي المنذري على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.